ممكن حدا يقدر يسبق جوقة عزيزة وحميها فيها؟ لك انا عمي ولك انا اللي عبيت الايقاع باناني ومن دقة الدربكة عملت الاغاني وبهدلوا. ايه يا عزت، عم تقول الوالدة انت بتعرف مين ورا تفجير القلعة، صحيح هذا الحكي؟ نعم سيدي، بعد ما تكرفت هذيك الكرفتي تنذكر وما تنعاد وراح فيها عصي. صد اتذكر قصص انا ما كنت اتذكرها، يعني صد انتبه على شغلات ما كنت انتبه عليها، هلا صد انتبه عليها سيدي. طيب هات لشوف، شو بتعرف عن تفجير القلعة؟ سيدي انا بعرف لك مين اللي خطط ومين اللي نفاز، وإذا بدك بواجهن وبقلع لك عينتين والتنتين. أخ اللي لشوف مين خطط ومين نفاز؟ ما في شي سيدي، رح أعطيك يا بالأخير. يلي خطط الحجي الوالد يعني الكريم، ويلي نفاز عادل المسطول، وجيبوا الاثنين لقلع لك عينتين. حابين بمعيتكم نبعث رسالة لفرنسا منشان كل العالم يعرف إنه ثورة 25 ما خلصت، وفرنسا ما لها قاعدة عنا لا هي ولا غيرها.
وشو هالرسالة بقى؟ تفجير صغير عندكم بالقلعة، تعليمة يعني. وشو المطلوب منا؟ بس نعرف منكم الوقت المناسب، ما بدنا أكتر من هيك. بسيطة بسيطة، شكلك عم تتعافى على السريع. مرحبا يا شلفطان. لك أهلين أهلين بالطشت الغالي. أهلين عمي فياض. أهلين أهلين سهلين مرحبتين، شلونك؟ مشتاق لابن آدو يلي ما عاد طلع علينا، لك انتقل حاله علينا الطشت الكبير. يا مزمتي أنت دائما ببالي، بس يعني شو بدي ساوي بحكم شغلي بكل الولايات مالي فاضي أقعد بالشام. أيوه معناتها في طلب على الحمير ما هي؟ أخي يا أبو قاسم، الحمار البلدي ذكي وفهيم، بيختار الأرض الطرية الطرية ليمشي عليها، عرفت شلون؟ يعني مو مثل البني آدم بيلحش رجليه وين ما كان، هون وهون، فهمت؟ فهمت عليك. وينك؟ هدول الإنجليز والفرنساوية المختصين بفتح الطرقات، عرفتهم؟ بيجيبوا الحمار البلدي وبيمشوه وبيلحقوه بيلحقوه مشان يدلون على الأرض الطرية ويفتحوا فيها الطريق. ايوه معناتها حميرنا يلي عم تشق الطرقات وتفتحها، مو الفرنسي. لك يخرب بيتهم شو بيكذبوا علينا. المهم هلا إلك ولا لديب؟ اسمع عمي، إذا جاي مشان الحمار ابن أخوه بلاها أحسن. روح الله يعزك. حط ايديك ورجليك بمي بارده وباذن الله شغلتك محلوله يا فياض. يعني ابو قاسم خلص عندك؟ معلوم عندي، معلوم عندي ومحلوله، طالما قالت لك عزيزه محلوله يعني محلوله. روح اقعد بالقهوه وما بتلاقي غير اجى لعند منك وعم يطلب الرضا. لك الله يخليك يا يطول عمرك، الله يطول عمرك ويخلينا اياكي. خلص انا انا انا, أنا رايح اقعد بالقهوه. الله يسلمك يا رب، الله يخليكي. يلا الله معك. لك ما تذكرتي شيء؟ ما تذكرتي؟ ليش شو شو حكي لأتذكر؟ كل شيء اللي حكيت لك يا دغري أول ما سألتني. وقال لك بده يسافر لشي مكان؟ لا والله ما قال لي. صبري. يا معلم يا ابن الحلال، كرمال الله فهموني ليش جايبيني لهون. لك انا والله ما انا عامل شيء. لك رد عليك مشان الله. لك بس فهمي، لك لا تحط الكيس براسك. لك بس فهمي انا شو عامل. لك انا شو صيدلاني بالشام كلها. ولا بدك اني شوفي بينك وبين ديمتري، وشلون فكيت رهن البيت؟ ومنين جبت المصاري؟ فهمت ولا ما فهمت؟ والله يبكويك بالنار. ها ما في شيء، والله ما في شيء، ما في شيء. كرمال الله لا تحسبوني. بدك تحكي ولا لا؟ الله دخيلك، الله دخيلك. شو هاد؟ شو جنيتي انت لك اختي؟ شلون بدك تغني هيك على عينك يا تاجر؟ شو فيها يعني؟ هذا فن، وانا حق الناس تعرفني. يو شو هالحكي لك اختي؟ لك سهام؟ انت فكرتي باللي بدك تعمليه؟ فكرتي منيح يعني؟ فكرت كثير منيح، وبعرف شو بدك تقولي، وما بدي منك شيء غير انك تدعي لي. لك اختي الله يرضى عليكي، هالشغله مو شغلتك. لك بس فهميني شلون بدك تغني ناحل الرجال شلون؟ اي والله والله زكي لا يفضحني. انت هذا الاكلاني همه، شو بده يقول جوزك وشو بده يعمل؟ اختي انا ماني سائل عن الناس كلها، يحكوا شو ما بده، اصلا الناس ما لها غير تحكي. وأنا بعرف حالي مين أنا. صدقني يا شيخ سعيد، موت الرجال أنقذ أهل البلد من الفكر الضلالي. هذا الدستور اللي عملوه مثله مثل دساتير دول الكفر والعياذ بالله. إيوة مشان هيك انسحب الشيخ تاج من جلسة إقراره؟ أكيد لو عجبه ما انسحب. يا شيخ سعيد، تبعيتنا لسلطان المسلمين كانت عم تحمينا من الفكر الضلالي يلي عم يبيع شرب الخمر ولعب القمار. يي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 
الشباب لهيك وبهالوقت إذا في دولة كبيرة لازم تكون تبعيتنا لإلها فهي دولة رب العالمين الذي له جند السماوات والأرض وبيده الأمر كله
نترضاه بإنشاء المساجد وعمارتها لأداء الصلوات فيها لأوقاتها، فيمدنا بجنده الذي لا يغلب وجيشه الذي لا يقهر. بيننا وبين دولة رب العباد لازم نوثق العلاقة ونقويها، مو نروح نسترد الدول العظمى ونصرف المصاري لنعمر سفاراتهم وقنصلياتهم ليرضوا علينا. صدقت، والله عين الصواب. وشو بيقولوا جماعة إخواننا بمصر منقول، وشو بيعملوا منعمل. طبعاً هالحكي اللي سمعته مني هذا كلامهم مو كلامي، لأنه أثبتت تجربتهم إنه الجماهير متعطشة لدينها يا شيخ سعيد، متعطش كتير. ونحن شو شغلتنا؟ نرويهم، والتوفيق من رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله. سيد راسي، قل لي شو مطلوب مني أعمل لأعمل؟ أخي أنا عجينة طرية بين إيديك، اعجني شلو ما بدك. الله يعجني ويعجنك بالإيمان يا شيخ سعيد. آمين آمين يا رب العالمين. لك ليشو هالحركات؟ امسحوا وشكو بالرحمن يا شباب، والله مخي ما في شيء. خلينا نفحص وأحسن. لك يعني الشغلة ما بتنقضى هون؟ لا ما بتنقضى هون. طيب خلص ادشر ايدك، خلص قيم ايدك. لك يا قوم خلصني. لك أنا قوم لحالي. يلا قوم. لك العمى شو صاير؟ ده بتحكي ولا ما رح تحكي ولا؟ بحكي بحكي بس عطيني ضد مي. أول شيء بتقلي شو علاقتك بديمتري بعدين شربك مي؟ بلعبة دمار كنا نلتقى بالمأمرة وكان يديني مصاري. لكان ليش جماعة ديمتري كانوا عم يراقبوا للزعيم؟ لأنه كانوا بدهم يقتلوه. احكي شلون؟ حطوا له سم بالبرشام وقتلوه لأنه عمل دستور وقف بوش فرنسا. ومين اللي حط له السم؟ ما بعرف ما بعرف. إذا بتحكي ولا بلع لك عيونك بالملقط. ها أنا اللي حطيت له السم كرمالي رجع لي بيتي، ولما انتشر خبر موت الزعيم فكر رهني عن بيتي وعدني إنه يطالعني أنا وأختي وأمني على فرنسا ويأمننا هنيك. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، الدلدو أبو الدستور مشان لعبة طقمان. يا مو! ايوه تقبرني، شو صار معه؟ ما بعرف، الخبر عند عمي فياض. والله قلبي عم يغلي غلي، مو مصدق امتى اسمع لي شي خبر حلو بقى. قريبة تقبرني قريبة بإذن الله، أنت شيخ الشباب. يا رب يا رب. ديسباغير؟ مي كومون؟ هو اللي كاشي سو باتار. دوماج. Il y a toujours des fautes, monsieur. Ce n'est pas dans cette affaire. Ce n'est pas dans cette affaire. Car si les Syriens savent qu'on est à l'origine de la mort d'Al-Ghazi, ils révolteront contre nous. Merde. Il faut le retrouver. On va le retrouver, monsieur. Il faut le retrouver. Allez. Vous autres, monsieur. والله كنت متأكد إنه وراه مصيبة. أنت خبر الشباب باللي صار وأنا أمر على البستان فوراً، وما رح آتي بحركة اللي تخبرني. رح نجي لعندك أبو بشير، رح نجي. يا ميت أهلين وسهلين. أهلي عمي أبو بشير. يا الله، السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. ميسرة. الله يسلمك يا رب. يسعد أوقاتك شيخ جلال. أهلين وسهلين ابتسام خانم. بين معك إذا رح يرجع لي النظر ولا لا؟ بدك تسألي شو صارت آيتك بتعرفي. شو صارت آيتي؟ الله
نور السماوات والأرض. شو يعني؟ يعني النور راجع، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، الضوء راجع لك، راجع لك بإذن الله. بس إن شاء الله تكوني شفتي الحكمة بهالعتمة. ها؟ هلأ بلشت تفسر وافهم شوي شوي. وقل ربي زدني علما. الله معك يا حلو، عم بستناك مرة تانية. شو عم تعمل هون ولا مقصوف الرقبة؟ شو في سيبو؟ الله لا يوفقك لا مبرومة، فوتي قصر لهون ولا مبرومة، امشي معي عندك ولا مبرومة، افتحي وسيبك يا سيبو، لك تفتحي الباب. ايه سيد راسي، هلا بما انه صار الحكي بينات بعضنا فانا رح اوصلكم للبر. شو هي؟ الزبدة يعني. شو هالزبدة يا ترى؟ سيد راسي يا كابتن، انت بتعرف يعني ابني عزات الله يعدمني اياه، لا ابو الازيره يعني بعيد عند منكم يعني تنكت زباله، فشو من حكى الحس ورا ظهرك، لانه انت وانا بنعرف مين ورا التفجير. نورنا حمدي يا افندي، مين ورا هالتفجير؟ نفس الزلمة اللي لقينا عنده الفتيل. لا تقلي الخواجة. لا لا أنا ما قلت هيك، أنا عملت هاي السلابينة كلها مشان تضلكن متذكرين قصة التفجير، لأنه ما بضمن. لك يا أخي ما بضمن إيقاعه يمشي على إيقاعي، شو بضمننا؟ ودخلك وين لقيته الفتيل؟ عند صاحبنا. لك شو بنا؟ لك الصحفي أدهم الجلبي نسيانين ولا ذكركم فيه؟ ومن وين لوين لتلاقي الفتيل عنده؟ شوف لك، إذا مانك سائل عن صاحبك يا كابتن افتح محضر. أخي افتح محضر، خلينا نبق الخمير والفطير. شو بنا كابتن؟ أدهم بيضل منا وفينا، وإيقاعه ظابط على إيقاعنا، ولا أنا غلطان؟ لا مانك غلطان. على فكرة أنا حولت ابنك على لجنة ثلاثية لتقييم مستوى العقلي. في شي حاله أخذوه؟ ليش اللجنة الثلاثية يا سيد راسي؟ مباشرة على العصفورية يستر عرضك، ما بده لجنة هاد. هذا هو المكان. بقى كيف شفت اللي الوضع؟ حلو حلو كتير، شو بدنا أحسن من هيك؟ وبالنسبة لإلنا نحن جاهزين، الكلام واللحن كلهم حفظ. ممتاز. معناتها الليلة عمي تحسين. الليلة رح تنور جوقة السلطانة خشبة المرسح. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. هذا الحكي ما بينسمع بنوب. لك شو بدك تخلي حرمتك تغني بالتياترو؟ آه شو ما في ناموس برأسك؟ لا يا أبو فهد لا تغلط، لا تغلط أحسن لك. ها لك شو ما أغلط، الغلط راكبك من رأسك لأساسك. لك يا أبو فهد الشغلة ما بدك إلا الأد، سهام رح تغني بكل قدرة واحترامة، وأنا قاعد وراها عم بعزف، يعني ما في شي بخجل، فصلي على النبي والشغلة مثل ما بتقول، فرقة وزودة زبدية مرأة. إيه لا ما حذرت، بدك يقولوا إنه أخت مرت أفهد عم تغني بين رجال، إيه مو زابطة وما رح تزبط بنوب، أسع هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. علي الطلاق بالتلاتة. إذا بدرى إنك شفتي أختك أو حكيتي معها مالك قاعدة عندي هون. طول بالك يا بي. خلصي أنتي، شو عم فهمك؟ خلص تقبرني خلص، والله يلي بدك يا بصير. إيه منشوف. والله أنا مستغربتك كتير يا سهام، حدا بيترك الشغل بحما وبيجي بيشتغل هون؟ لك هونيك أهم تجار السمن والغنم وأهم الناس هونيك، ولك اللي صح له يشتغل بالشام ليش بده يتغرى؟ بعدين وحياة عينك وحياة عينك ما بطلع من الشام إلا على شغل بمصر، هونيك الغربة بتحرز. على مصر؟ إيه لكان قولي إن شاء الله. على مصر المحروسة فرطقة، قال هونيك أحسن بكتير من هون. والله ما هو حق، يعني هنيك أحسن بكتير من هون. إيه ما تروح هلأ وتفرقنا بريحة طيبة وتطير على مصر. عزوز شو رأيك شو على تحسين يا خدا ويروح على مصر؟ إيه يقطع عمره هي وهو بفرد نهار،
يخرب بيته من بين الرجال شو تشتوش. والله معك حق، تشتوش تشتوش أصلاً ويقعهم فشكل ما له رجال. معلوم، بس مش الحق عليه، حق على الخواجز، حق أصلاً أنه قبل يشغلهم عنده. لا تقولي يا شارلوت، لا تقولولي أنه مش الحال. مش الحال، الليلة حيقدم جوقة السلطانة. إيه فشلت وحدة مثلها تطلع على مرسحي؟ هاي شغلة ما بمرق لها ياها بنوب. إيه بنوب بنوب. يسلم. شو يا عاد من رقبة؟ بلاقيك عم تخل بالاتفاق. الليلة جوقة سهام على مرسحي. قصدك على مرسح بيحمل اسمك. شو قصدك يا خواجة؟ قصدي واضح وعقدنا واضح. أنا بحق لي أجيب نمرة على كيفي كل شهر. أيوة، وما لقيت غير سهام؟ ليش بقى سهام؟ هي بينادولها السلطانة. سلطانة ملطانة، هاي مو شغلتي. تروح تدور على مرسح تاني غير مرسحي. عزيزة، أنت كيف بدك تكوني كبيرة ومالك شايفة حدا كبير؟ مو على أساس بدك تصيري مثل منيرة المهدية؟ إيه ليش لا؟ نجمة كبيرة وبفتخر وبتباهى أني أكون مثلها. إيه لكان تعلمي منها. طالعي الكبار لتكبري أكثر. عزيزة، تعلمي تصفقي لغيرك، ولا بدك كل الناس تصفق لك كل الوقت؟ والله يا عزيزة، خواجة اسحاق معه حق. أنا ما حسبتها هيك. خليكي عزيزة، خليكي الكبيرة وخلي الصغار كلهم يمروا من تحت واطك، ولك خليكي أنت بالجنة وهن بالنار، خليكي كبيرة وهن صغار. إيه ما حذرت، لا أنت ولا هو. عزيزة غيرانة، مشان هيك ثقتها بنفسها متضعضعة شوي. آخ يا خواجة، آخ. الله لا يوفقه اللي كان السبب. ابن الحرام تزوج، لك هز هز، طحنة طحن. انت مستقل انه يقول لها ما عاد بدي اياكي. اي والله العظيم خنجر بالصميم هاد، ولا انا غلطان؟ لا والله بهالشغلة عداك العيب. شو يا عد من رقبة؟ بلاقيك عم تعوم على عوم اسحاق وواقف معه ضدي. ما حذرتي بنوب، انا عم احكي لمصلحتك. ومصلحتي هاي الحرباية توقف على مرسحي؟ ولك يا بنت الحلال، انت الك جمهورك وهي الها جمهورها. ايه ما حدا بياخد مطرح حدا. بعدين تياترو عزيزة خوخة انعمل لحتى يطالع كل صاحب موهبة، مو هذا كان حلمك من زمان الكل يطلع من مرسحك؟ بس سهام إذا طلعت ووقفت على المرسح رح تقعدنا كلياتنا، كلياتنا يا حميها. الله يقويكي. الله يسلمك تقبشي قلبي. يا ميت أهلا وسهلا. يوه إن شاء الله عمره ما يعجبك. بعت لك حمى. يعطيك العافية انشراح. لك الله يعافيكي تقبشي قلبي انتي. يه تقبريني. يا علي عليكي. سلامتك سلامتك. شو بك لك؟ بعت لي حمان وسلامت. شوي 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 شوي. يلا يلا شو عاملين فيكي؟ اخ في الاماكنة. اي أيوة والله مبينة كثير. الله يديك هون يا حق. سلامة قلبك. عادي 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 يا حبيبتي. سلامة قلبك. شو رأيك سخن لك مي؟ تنقعي رجليك بمي وملح. كتر خير. يلا ربع ساعة بتكون عندك على عيني وراسي. تعي أخذك على مخدعك. تعي تعي تعي. يبعتنا الحمى إلهي تسلق بدنهم. آمين. الله لا يسامحهم. آمين. إن شاء الله بيموتوا. آه شو شو. يلا يلا يا حبيبتي يلا. ولي على حظي أنا كل الجرايد ما لها سيرة غير الفتى المعجزة وتياترو عزيزة، ولك كلكم عم بتحققوا أحلامكم إلا أنا. لك أختي كمان أنت حلمك كتير كبير كتير كبير وعالي. ليكي إذا بدك أنا بفسر لك أحلامك. عم تخفف دم يا بعدي. ريح لي حالك أحسن ما أنزعلك حلاسك. إيه يسأل عمي خالص. يلا لك صرت قايلتلك 100 مرة من كبر الحجر ما صاب، بقى انسي لي رقصة النحلة بيمشي سوقك.
وإذا نسيت لك رقصة النحلة كيف بدي يصير ملهمة أوروبا يا بعدي؟ منيرة أختي، أنت يعني إذا ألهمتيلك شي طبال هون وأمطي اللوز معه مو أسترلك وأدبلك وحلالي؟ أضل طلع معك؟ لا لا يا فرفوش يا فرفش معنا مصطولتي قصده يقول لك أنت ركزي على زبون المحلة ومعك معك تنطلقي للعالمية. بسيطة، بكرة بتشوفوا إذا ما بحقق مرادي وبوصل للعالمية وبصير ملهمة أوروبا ما بكون منيرة فرفش معنا. نياكن إلهي بياضة خراس. بويا بويا يا حشات الذكر، حشات الذكر، ما بتصيري ملهمة السنغال تصيري ملهمة أوروبا. شي راح؟ في حدا فات على مخدعي؟ ليش رايح لك شي؟ ايه غرض، غرض صغير. بيكون قصدك هاد؟ شو جابه لعندك؟ كنت عم باكل شقفة منه. هاي احلى عوشر كوسه شوي لحلى عمي فياض. تفضل عمي فياض. خير ناطر حدا يعني؟ ما دخلها. روح موشي، روح روح نلع، روح امره. دخلني ما دخلني. السلام عليكم. الله وكيلك طقيت، طقيت له بسنط وقت وسنط رغت امي. يا طبعا بده يرغي ويطلع لك اشكال والوان يا فهمان. لك يا درويش، انت رحت حطيت تمك على حنفيه للرايح والجاي، شو بدي يطلع لك زلال يعني؟ شو بدي اعمل يعني؟ انغشيت ومشي حال. لك درويش اسمع مني، والحق الحلال، الحرام ما بدوم، واذا دام بيفنيك وانت عايش. يعني على اساس وقت نويت اتزوج انفتحت الابواب كلها تبوشي؟ ما رضي حدا يزوجني بنته، بقى شو بدي اعمل؟ بتيجي لعندي بتقلي يا ابن خالتي ما حدا رضي يزوجني بنته، انت بتزوجني اختك ابتسام؟ بقول لك بس يا درويش اختي عمية. وانا شو بقول لك؟ بتقلي احسن مشان ما تشوف علاتي. والله جبتها. قلي قول، قلي قلي لشوف. يا ابن خالتي ما حدا رضي يزوجني بنته، فتزوجني اختك ابتسام. درويش شفت شلون هلا صرت تفهم؟ هلا مشان الله جاوبني. والله يا درويش اذا رب العالمين عطاك واختي وافقت عليك انا عاطيك. لك روح الله يعطيك ليرضيك. وامتى رح تقول لها انه انا خطبتها؟ ليش ما تروح انت لعندها وتقلها وتخلي الموضوع من راسك لراسك؟ انت ابن خالتنا، شباك، مانك غريب. لك روح، روح الله يفتح كل شي بواب مسكرة بوشك. آمين. لما باكل الصابون برتاح، برتاح كتير، بحس حالي صرت أحسن وبقدر أعيش لبكرة، لأنه أنا كل ليلة وكل يوم قلبي رح يطق من الزعل وبدعي لالله ياخد أمانته وارتاح. طيب شو اللي مزعلك؟ تقبشيني، شو اللي مزعلك؟ لك آه، كل شي مزعلني، كل شي، الدنيا والناس والأيام والدقايق والثواني. لك أنا ما شفت يوم حلو بحياتي ولا يوم. يا رب يا رب خدني لارتاح. طولي بالك.
إلا الله ما يفرج عليكي، مشان الله طولي بالك، تمشي قلبي طولي بالك. ست عزيزي، يعني لأمتى بدي ضل منتظر؟ إيه والله داخل إيه؟ ما تأخذني يا عظم الرقبة، حقك علي، بس مشكلتك محلولة بإذن الله. شو بو عمي بقبي؟ بينت التنفيسة تبعه منين دخلك؟ لك بشو مغرقينه؟ غرقناه موجة كهرباء، بس لا تخاف، يومين ثلاثة وبيرجع طبيعي. ايوه يعني هلأ صار أجدب نظامي ما في مخ؟ نظامي وبشهادة؟ وبشهادة الحمد لله يا ربي. بس إذا أنت مضطر على شهادته ابوشك على العصفورية. كتر خير الله، والله كتر خير الله. ها واحد من الولاد صار معه شهادة. ها الله يعدمني إياك. والله عم تضحك من كل عقلك انت التاني. شو بدي اعمل يعني؟ بكل هالجنان اللي حوالينا وهالبابقة وبدك يعني ما اضحك؟ شري بيستلموا شري. والله حما يا الله. الله لا يوفقك. مريني يا ست الكل، قال بعثتي لي خبر. ايه والله يا ابو كاسم، كنت حابة اخذ رأيك بزوز كلام. لك انت بتأمري، قولي شو هني جوز كلام؟ آخ جمهوري يا شلفطان، جمهوري عم بيطالبني يعرف عني الشاردة والواردة وكل تحركاتي وتنقلاتي، ومين لحقني ومين تودد لي ومين كان يطلب رضاي لأرضه. فأنا عم فكر أعطيهم هاي التفاصيل وأكتب لهم ياها بمذكرات. بقى شو قلت؟ لا 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 تقوليها. لك شو معقولة؟ قلتها وخلصت، وأنت جزء ترى كتير مهم من هاي المذكرات. سلامت معرفتك وذاكرتك. تتذكر أيام ما كنت تلحقني وتتودد لي وتطلب رضاي لأرضة ودالق حالك دلق علي؟ وحدي الله وحدي الله، أنا هلأ سمعتي مثل المسك، منين عم تحفري أمور قديمة؟ وكلي الله. إيش وكلمة الحق صارت بتزعل؟ مو هاي هي الحقيقة ولا شو؟ ولا ليكون ما بدك يعني أذكرك بمذكرات شيتي؟ لا 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 تذكريني، مو من مصلحتي بنوب. أيوة لكان بدك تاخذ وتعطي مع الطشت الكبير، وشكري ماله يد بالموضوع. بقى طري يا ابو كاسم، وهون حفرنا هون تمرنا. وإلك وعد علي، ما بجيب سيرتك بنوب بالمذكرات، ولا قلك رح الغي قصه المذكرات من اساسها. ايه يا ستنا بيكون احسن. شو بدك؟ امين. وانا رح اطري معه للطشت واخذ واعطي. ايها لك يسلم لي اللي بيفهم. شو بدك؟ امين خاطرك. الله معك أبو كاسم. علي أبو العز. ب ب ب ب ب بسم الله الرحمن الرحيم. لك شبك عم بتبقبي؟ ب ب ولي لا تأذونا ولا من أعزيكم، سلام قول من رب الرحيم. ب ب اشتهت المشدود. ب يا لطيف يا أبو كاسم. معلش يا سعيد، شو شفت الطشت الكبير العاطي عندك بالمحل؟ ايه رايح شوفه. ما قلت لي ان شاء الله هيك راجعت عقلك واستفتيت قلبك ووافقت تكون معنا اخ لهذه البلاد؟ ولا وقت الاخ والماخ. شوف الاخت اللي جوا شو رح تعمل. شو الاخت اللي جوا؟ رح تكتب مذكراتها. عزيزه؟ ايه الله يستر الله يستر. رضا رب العالمين هو طلبي ومقصدي، مشان هيك الأعمال اللي بعملها لله بحب تضل في طي الكتمان. ايه معلوم، حاكم فعل الخير إيدك اليمين، ما بيجوز تعرف شو صار بإيدك الشمال. ومو بس بفعل الخير، بكل شيء لازم تكون كتومي. يا عين عليكي، بقى الشغلة اللي بيناتنا بدي إياها تضل في طي الكتمان. يعني أنا وقت تقدمت لي خاطر كان كل غايتي إني انتشلك من الظلمات إلى النور، وهذا فعل خير يعني لازم يضل بيني وبين ربي. من الظلمات إلى النور، يعني كان بدك تكسب فيني حسنة ما هيك؟ وما زلت. هلأ قولي زوجتك كنفسي قدام اثنين شهود لأسحبك من هالجحيم اللي عايشة فيه وهالشف النعيم.
إيه نعيمك جحيمي يا دادا، ولا على عيونك شو جوعان لحمة، لك عندك ثلاثة يا فجعان. بالحلال ولا أطلب سوى الحلال، بس يعني مو ضروري أمة الله كلها تعرف بهذا الحكي. أنو حكي هاد؟ عشو عم بتلمح أنت؟ مذكراتك يا عزيزي، مذكراتك. لك يخرنيتو هالشلفطان، ولك لحي يقلك. ما هي هون المصيبة، ما في شي بيتخبى عنا. فأنا بمعيتك منت علينا، بس اوعى تجيب سيرة مذكراتي قدام حدا منن. هلأ كلن بيجوا بنطوا لعندي وبصير بدن رضاي لأرضى، وكلها جوعان لحمة وبدن شغلتن طي الكتمان مثلك. لك روحي، الله يبشرك بالخير. اي الله يبشرنا بالخير جميعا. الحمد لله. اياك ثم اياك يا ابو قاسم تحلى شو ما قالوا وشو ما حكوا، مو يخجلك الطشط الكبير وتحلى وطفرت الشاكرية. ايوه، شو رايك تشرفي على المضافة وتتصدري القعدة بين رجال وتحكي عني؟ لعم على هالقصة تاخدي طربوشي. مو قصدي تقبرني. ايه بس الجماعة كتير غلطوا بحقنا. وش كان؟ طالما في رجال راح تحلى للقصة، انت مالك شغل. ايه وكرامتي وكرامة بنتي. سلامة فهمك صفية، هاي محفوظة، لأنه كرامتكم من كرامة شواربي وأنا ما بحلها إلا بالأصول. أي سلمولي هالشوارب، تقبرني إن شاء الله. شوف ابن عمي شو بتلاقيه مناسب عمله. السمعة الحسنة يا جماعة الخير مكسب عظيم، وما في أحلى من السمعة الحسنة. لك الله يرحمك يا أبو الخير تلو. تعيش. لما أجيت الأمبراطورة الألمانية على الشام بزيارة وشافت الحمار تبعه حبته، بدها إياه، بدها تاخده معها ذكرى لبرلين، ما رضي يعطيها إياه رغم تدخل والي الشام بذات نفسه، ما رضي. الله يرحمك يا أبو الخير، شنو كان يخاف كتير على سمعة البلد، وقال له للوالي في عندي 10 روس خيل عربي أصيل بقدم لك إياهن، بس الحمار لا. لك شو بدها تحكي علينا العالم؟ إنه ما عجبها من الشام غير الحمار البلدي؟ ينصر دينك يا أبو الخير، شنو أنكزت سمعتنا؟ لك يا عمي لكان، هي محبة الوطن تجي لحالها هيك بالفطرة، ومعلومكم لا بدها علم ولا بدها شهادات، ونحن الحمد لله الله من علينا من حب البلد، وأبو الخير بحب بلده، وبتعرفوا أنتو كل بلد وإلى سمعة، وهي شغلة السمعة كتير مهمة. يا نعم، مشان السمعة نحن هون. ودي أقول لأخي أبو قاسم إنه سمعتك وسمعت أهل بيتك من سمعتنا، وبدي استعذر منه قدام الرجال عن فصل الأم شكري. آخ هذا الفصل رائس، وقل له زرعه بدأني. أبو قاسم تقبل استعذاره وعفى الله عما سلاك. عمي أبو قاسم كرمال الله سامحنا، زرعه بدأنه لعمي. أنا من جهتي مسامحكم، بس لحتى نتمم الشغلة لازم تيجي أختي أم شكري وتستعذر من أم قاسم والبنت مشان نكمل رد الاعتبار. عندي أبو قاسم عندي، اعتبرها بكرة إجت لعندكم. أبو بشير مرني، بتخلي عيونك معي، أنت اللي رح تسأله عن كل شيء، نحن ما رح نحكي ولا كلمة لأنه بيعرف أصواتنا. بأمرك يا كابتن. شرف. بتعد لي كل شيء عملته بالتفصيل، فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت والله، راح احكي كل شيء. هذا ديمتري اجى لعندي على البيت وعطاني سم وقال لي